أعزائنا، انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق للتاسع من شهر آب لعام 2022 الفنان الأردني داود جلاجل. وقد نعت معالي وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار الفنان الراحل بقولها: أحزننا رحيل الصديق الفنان داود جلاجل الذي طالما ارتبط في ذاكرتنا بألق الدراما الأردنية وحكاياتها الأصيلة، وإن كان رحل إلى أنه ترك الكثير من المساحات المضيئة في مسيرة الفن الأردني والعربي. ونعته أيضا نقابة الفنانين الأردنيين ممثلة بنقيبها المخرج محمد يوسف العبادي ومجلس النقابة، كما نعاه أيضا زملاؤه على مواقع التواصل الاجتماعي. ويعد الراحل داود جلاجل أحد ألمع النجوم الأردنيين في الدراما، وهو ابن جيل حفر في الصخر من أجل إظهار الفن الأردني والارتقاء به في الأردن وخارجه. ولد الفنان داود جلاجل في قرية سلوان في القدس عام 1947، وبدأ مشواره الفني بمشاركة في تجربة سينمائية عام 1969 مع المخرج عبد الوهاب الهندي، ثم انتقل بعد ذلك إلى المسرح والتلفزيون. درس الراحل داود جلاجل الحقوق في جامعة دمشق، لكن عشقه للفن قاده للابتعاد عن ممارسة هذه المهنة والانخراط في مهنة الفن والتي أبدع فيها أيام إبداع. من أشهر المسلسلات التي شارك بها: العلم نور، حنايا الغيث، نيران البوادي، رياح الليل، الرمح والصخرة، تل الفخار، قرية بلا سقوف، جلوة ركان، الرحيل، راس غليص، مدرسة الأستاذ بهجت، وغيرها الكثير. لداود جلاجل بريق خاص يأسرك بابتسامته ونكتته الحاضرة دائما، فلا تمل الجلوس معه لساعات، حيث كان يضفي على الجو ألفة ومرحا. رحم الله داود جلاجل وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان. معنا على الهاتف نقيب الفنانين الأردنيين المخرج الأستاذ محمد يوسف العبادي. أهلا وسهلا فيك أستاذ. يا أخ درغام، مساء الخير لك وللعاملين في إذاعة المملكة، وأعظم الله أجركم. أعظم الله أجركم طبعا، تعزينا لكم ولكل الفنانين الأردنيين وللشعب الأردني بوفاة الأستاذ داود جلاجل. شكر الله سعيكم. الحقيقة أنه الموت يخطف منا كل يوم نجم من نجومنا الكبار. داود جلاجل هو أحد النجوم الكبار، أحد صناع الفن، صناع الدراما، صناع المسرح. داود جلاجل حقيقة قام وقيمة من العاملين في الوسط الذين يمتلكون أدواتهم الفنية باقتدار. نعم. شخصية تملك مساحة واسعة من الثقافة، من الفكر، من الفن. داود هو أحد مداميك الفن الأردني، أحد مداميك المثقفين الأردنيين والعرب. أبو الليث كان أخ للجميع، كان صديق للجميع، كان محب للجميع، كان إنسان وفنان في نفس الوقت، له أثر كبير في صياغة الدراما الأردنية، وله أثر كبير في أن تتلمذ على يديه العديد من الشباب اللي الآن بيقودوا المرحلة الفنية في الأردن، وهو من القيادات الأولى منذ لمع نجمه منذ بدايات صناعة الدراما الأردنية، وعلى كافة الأصعدة سواء على صعيد الدراما البدوية أو الدراما الريفية أو الدراما الحديثة.
داود فقيد للفن الأردني، فقيد كبير نعم نعم للفن الأردني. وداود الحقيقة كان دائما يمثلنا، كان دائما على رأي المثل اللي نستخدمه ببيض وجهنا في كل المناسبات والمحافل العربية والدولية اللي شارك فيها. شيء أكيد. أستاذ محمد يوسف العبادي، عظم الله أجركم وعزاءنا لكم، وطبعا للأسرة الفنية الأردنية وللشعب الأردني بوفاة الراحل داود جلاجل. شكر الله سعيكم أخي درغام، ويعني للأسف أن الموت قاعد يختطف الكثير من الزملاء اللي صاغوا المشهد الفني الأردني. نعم نعم. صاغوا ضمير الرواد الآن، يعني الرواد اللي عم نفقدهم. نعم نعم نعم، اللي صاغوا ضمائر الشعب الأردني من خلال الأعمال الدرامية اللي قدموها. فنترحم على زميلنا داود جلاجل، له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء. الرحمة له إن شاء الله، يعني وعزاؤنا للجميع. شكرا للمخرج الأردني نقيب الفنانين الأردنيين الأستاذ محمد يوسف العبادي. شكرا لك أستاذي. العفو أخي درغام، العفو، شكرا جزيلا. يا دارنا غاب الولف، يا دارنا والليل خيم بالحزن وانهارنا، يا أعزائنا رحم الله داود جلاجل. وكنا قد استضفنا الراحل داود جلاجل قبل أشهر في هذا البرنامج. نستمع معا لمقطع من هذا اللقاء والذي كان مع الراحل داود جلاجل رحمه الله. صنعنا تاريخي وصنعنا قروي وصنعنا مودرن معاصر أخذ تقديرات ممتازة في العالم العربي في التلفزيونات العربية. لا. وصنعنا كوميدي. لا أحد في العالم العربي من موريتانيا إلى البحرين إلا ويذكر العلم نور مثلا. لا. إلا ويذكر حارة أبو عواد. يذكر أعمال ربيع الشاب. لا. نحن أبدعنا في الكوميديا وأبدعنا في التاريخي وأبدعنا في القروي وأبدعنا في المعاصر وأبدعنا في كل المجالات. فلماذا نتهم أو نحصر في العمل البدوي فقط؟